بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن القلب ليحزن وإن العيون لتدمع لهذا المصاب الجلل، مصابنا باستشهاد وفقد رجل العلم والجهاد والتضحية والفداء. نعزي مولانا صاحب العصر والزمان، ونعزيكم لفقده ومصابنا به، وفي الوقت نفسه نبارك له هذا الفوز ونيل العلا والسعد. فلا فوز أعظم من الشهادة، إن هذه الجريمة النكراء الجبانة لن تمر مرور الكرام، فحرارة الصدور وحرقة العيون لا بد أن تتحول إلى بركان ملتهب يلتهم قبيلة آل سلول الإرهابية القذرة، ومن يقف خلفها من قوى الاستكبار الداعمة للوهابية والصهيونية. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شباب النويدرات، 2 يناير 2016.